حرص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل مشاركة سيادته في فعاليات مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. وقد ثمن السيد الرئيس من جانبه المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري، معربا سيادته عن الحرص على استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية أو اتصالا بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وعقب انتهاء اللقاء، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات مؤتمر باريس حول ليبيا. حيث ألقى كلمة مصر في المؤتمر، ووجه سيادته كلمة للشعب الليبي حث فيها الشعب الليبي على الوحدة قائلا: يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغنى بأن في وجوده خيرا لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سندا لكم وقوة متى احتجتموها، دعما لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم. ¶¶